ضمن حزمة الاحتفالات الوطنية التي تنظمها المحافظة الجنوبية بالتعاون مع البلدية وكافة الجهات من مختلف القطاعات الداعمة بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، دشن اسم الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مساء أمس الزينة الضوئية الموضوعة على شارع 16 ديسمبر أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع البلدية الجنوبية. جاء ذلك بحضور كل من وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين.